موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع التكوين المهني، لما له من أهمية في دفع عجلة التنمية الوطنية إلى الأمام؟ نحن في المعهد معهد المتخصص بالتكنولوجيات الصناعية، معهد من تعهدات فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ رزواني في إنشاء معهد يلبي حاجيات قطاعات حيوية للبلاد من جانب التكنولوجيا في قطاع الغاز، قطاع النفط، وقطاع المعادن. وتم إنشاء هذا المعهد بمقرر مشترك بين وزارة المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني وزارة المالية، وجعل إنشاء تحدي كبير للبلد، لأنها التخصصات اللي يهدف لها ما قطوا عدلوا في موريتاني، وحاجة لحاجة السوق، لأن أكثرية الطلبات اللي الآن على اليد العاملة الأجنبية اللي تجي لوزارة التشغيل والتكوين المهني في هذه القطاعات. ولذلك كانت الحكومة حريصين على تكوين الشباب في المجالات الحيوية اللي ملبية حاجيات السوق. وكان لابد أن في البداية ندرسوا حاجيات السوق قاع إياك العدوم اللي احنا معاهم على وتيرة واحدة، لأن قناعتنا عن أن يعود للتكوين المهني في واد والقطاع الصناعي في واد آخر أنهم ما يقدروا يلتقوا، ويعود كل واحد منهم مشقر على الآخر. لذلك كنا حريصين عن في البداية أن نعدلوا أيام تفكيرية، وعدلنا يوم وجمعنا فيه قدر من الشركات اللي مستهدفة بهذه التكوينات، وقدمنا لها البرامج والدراسة اللي معدلة على هذا المعهد، وطلبنا منهم يقلعوا شقارت الدراسة الجدوائية والبرامج اللي لا يندرسوا. وكان يوم تشاركي جيد جدا، لأن سمعنا فيه قدر من آراء نيرة للشركات، حتى أنهم نتفقد عنهم اقترحوا علينا عن نغيروا اسم المعهد إياك يعود عنده صبغة في القطاعات الموجهة لها، لأن كيف شفتوا عن المعهد موجه للتكنولوجيا الصناعية، التكنولوجيا الصناعية عريضة، فقالوا لنا لو تحدوا القطاعات ان هذا المعهد انه موجه للمعادن، موجه للنفط، موجه للغاز، لكان احسن وكان اكثر تقبل نحن بان هذا طارح علينا العار وطارح علينا ان لابد ان نساهموا فيه. الحمد لله قمنا عقب ذاك بقدر من الجهود، ياك نجبروا المكونين، لان المكونين في قطاع التكوين المهني ما في هذه التخصصات، ما قط وكون فيهم ولا قط يكتتب فيهم. وكان كذلك تحدي كبير عن الشباب اللي عندهم بكالوريا، عنهم لا يوقفوا قدامهم مكونين ما هم على المستوى الجودة، كان هذا تحدي بالنسبة لنا. لذلك احنا حريصين عن ننتقوا المكونين حتى من الشركات الصناعية، ربما نعود واحد منهم قابل راحة نجو احنا ونطلبوا منه عنه راحته بدل يستراح، عنه يكمل عمله الحقيقي بأنه يقدم خبراته لهذا الجيل الصاعد. فكانت تجربة الحمد لله رائدة في السنة الأولى، وفي السنة الثانية لا شك أن الجهد لا يعود أكبر لأن مواد متخصصة. ولذلك كنا حريصين على أن نتصلوا بالشركات العاملة في المجال ونطلبوا منهم أنهم يجونا ويطلبوا منهم أن يشاركونا، وعدلنا مع واحدين منهم، وقعنا معهم اتفاقيات شراكة، وهي اتفاقيات الشراكة فيها البنود كاملة اللي ندورها، سواء كان من تدريبات، سواء كان من زيارات ميدانية، سواء كان ملي أنهم يتموا يمشون نشمة ذاك واحدين من المتخصصين هم يلقوا محاضرات، يلقوا تجربتهم الميدانية على الشباب.
وهذا كان أدى منا أن عندنا لابد أن نعود عندنا اتصال ضيق مع شركات جاءونا هنا قدر منهم شلنبرجر هاي معروفة دوليا تشتغل في مجال النفط ومجال الغاز جاءونا هون وواعدين بأنهم لا يشاركونا وأنهم لا يعطونا برامجهم الصناعية اللي يشتغلوا عليها أنهم لا يعطوها لنا نديروها في قاعتنا المعلوماتية يدربوا عليها تلاميذ إياك إلا تخرجوا غدا ما يجبروا مشكلة في التعرف على هذه البرامج. هذه المؤسسة العريقة تنشئت 1966 تعدل التكوين التعليم المهني التقني والتكوين المهني عند مجموعة من التخصصات المهمة يمشي فيها حد من المستوى الثانوي الفني حتى يقبل البكالوريا الفنية باكتيمجان وفيها مستوى آخر من الفورماسيون البروفيسيونيل التكوين المهني من مستوياته كاملة من مستوى بيتي تقني فني فيها مجموعة من التخصصات المهمة ما فيها كونستركسيون ميتاليك لحامة وفيها ميكانيك انجين وفيها ميكانيكا جنرال وفيها الكتريسيتي اندستريال وفيها جيني سيفيل وهذه التخصصات البيتي التقني العالي فيها تخصصات لابتيتيد بروفيسيونيل كاب سي ا بي فيها لا بلومبري وفيها ماسونري وفيها منيزري بوا وفيها البي تي اس تعليم تقني عالي سامي فيها بي تي اس ان كوندكتور دي ترافو بيبليك. هذه التخصصات مهمة للتكوين المهني وتزويد سوق العمل باليد العاملة الماهر. وهذه المؤسسة الحمد لله الأهمية القصوى العاطية السلطات العليا في البلد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني للتكوين المهني وللطبقات الهشة والعناية التي تجسدها حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود وتنفذها وزارة التشغيل والتكوين المهني. هاي العناية تجعل مدرسة التكوين المهني تقدر تساهم في التنمية والرفع من جودة التكوين المهني ياكي يزود السوق باللي دور كامل من اليد العاملة الماهرة لأن طاقتنا الاستيعابية تزيد على 3000 طالب وعندنا طاقم تدريسي متميز يقدر يوفر للمؤسسات ذاك اللي طالبة به. معناها أن تعهدات فخامة رئيس الجمهورية حاولت مؤسسة مدرسة التعليم التقني والتكوين المهني لأنها تواكب ذيك التطورات وذيك الأهداف الأساسية اللي تتبنى تتمثل ببرنامج فخامة رئيس الجمهورية أن نوفر يد عاملة ماهرة لسوق العمل. واستطعنا ذو السنوات 2016-2022 أن نخرجوا أكثر من 2000 متدرب بين في مختلف المستويات من مستوى بي تي ومستوى كاب ومستوى سي سي استطعنا نخرجوا اكثر من 2000 ودخيناها في سوق العمل قادرين اليوم على انهم يزاولوا الاعمال المهنيه بجداره وهذا اساسي وجوهري ومستعدين على ان يبذلوا جهود اكثر ياكل لبوا طموحات شباب الوطن لان التكوين المهني الهدف منه هو على انك توفر الشاب من شباب موريتان مهنة تقنيه عن من التطرف وعن التسول وعن المشي في الشارع وما أشبه ذلك وبالتالي أشبه رجال تعلمون مهنة يعيش منها من تم كل يوم تعطيه السمكة مثل كما يقال في المثل أشبه حد تعلمه طريقة يقد يقبض بيها يحوت بيها مثلا من أن تعود كل نهار تعطيه حوته ياكل يسي بيها أنه لأن احنا الهدف الأساسي عندنا لأن نكون يد عاملة ماهرة قادرة على تنافس سوق العمل. هذه المدرسة تم إنشائها أواخر 26 ديسمبر 2018 تم إنشائها على غرار إنترن ريجونال كانت هون تكار تابعة لبولي فالانت تابعة لدول شبه المنطقة وعادت مدرسة وطنية من ذيك الفترة لكن تم إنشائها بدون مواكبة للدور اللي يلا تلعب وحظات باهتمام كبير في مجال تعهدات فخامة رئيس الجمهورية
ما يتعلق بالنهوض بقطاع التعليم المهني، وعاد فيها 7 تخصصات: فنون البرمجة، تقنيات شبكات الاتصال، تقنيات التجارة في مجال الاتصال، تقنيات الطاقة والبيئة، أمن شبكات الحاسوب، البرمجة من خلال الوسائط المتعددة، واللوجستيك والنقل، هم اللي في مجال تقنيات الإعلام والاتصال. هذه تخصصات اللي هي مهمة في السوق شبه منعدمة فيه. أول خريجين لا يعودوا يطلبوا العمل في هذا المجال خريجين هذه المدرسة، اللي هي أول مدرسة في هذا المجال، واللي هي ضرك 3 سنوات تخرج على الدفعات. الدفعة الأولى تخرجت 2020، الثانية 2021، والثالثة 2022. فهي المجالات اللي ذكرت لكم آنفا. المدرسة كانت تم إنشائها غير كانت تعاني من صعوبات كبيرة. من خلال برنامج فخامة رئيس الجمهورية تعهداتي، احضات هاي المدرسة باهتمام كبير لدى حكومة الوزير الأول، وذاك يجسدوا من الوزير حاليا. أول مدرسة قامت لها بزيارة هي هاي المدرسة، ذاك يدل على الأهمية اللي توليها السلطات لهذا النوع من التكوين. قطعا التكوين له مهم لسوق العمل اليوم بالليلة، الناس اللي متخصصة فيه. هذا الاهتمام اللي نعطى للمدرسة يتجسد في الأشياء التالية: واحدة، نعطت له البناية اللي متكاملة فيها مكاتب، فيها فصول دراسة، ممكن تحويل فيها بعض من المنشآت لمخابر، ونعطت لها ميزانية تشغيل وميزانية لاقتناء المعدات، وتم اكتتاب لها مجموعة من الأساتذة كونتهم وزارة التكوين والتشغيل المهني، ووضعتهم تحت تصرفهم من السنة الماضية. هذا لولا اهتمام رئيس الجمهورية بهذا المجال ما يخلق هذا النوع من التطور على مستوى المؤسسة. والهدف الأساسي عندنا أننا يلا يفتح المجال، مؤسسات العمومية الوطنية والخصوصية تفتح المجال أمام خريجي التكوين المهني، ياك يجبروا تربصات، ياك يقد لا كاليفيكاسيون يدوروا يقد عودوا دلني شو نحن يربون دي عدار زكزيجانس ذي يدوروا هما يلا يعاونوا في فتح باب أمام التلاميذ، ياك يجبروا تربصات، ياك يقدوا ذيك لي كوركسيون يدوروا هما، ياك نعدبتوها مع لير بزوان، ياك تمرقين كاليفيكاسيون تقد تنافس وتقد ترفع، لأن التكوين المهني هو الرافعة الأساسية للاقتصاد الوطني. وبدون التكوين المهني نعرف أن الاقتصاد الوطني ما يقدر يعاون، لأن اليوم الدول تبتنى لابس سواعد أبنائها. ونحن نحاول برنامج فخامة رئيس الجمهورية لأنه نوفر للشباب مهن، إياك الصبح يقدر ينافسوا، إياك الصبح يقدر يدخلوا سوق العمل عندهم مهنة. معناها أننا ما لنا باخلين في شيء، أننا ذاك اللي دور الشباب الموريتاني مفروض. المهم أن الدعوة اللي عم نوجهين للشباب الموريتاني، لأن مؤسسات التكوين المهني ومدرسة التكوين المهني الصناعية بن واكشوط فاتحة أدراحة لجميع شباب موريتان، اللي دور يجبر مهنة تقدر يعاونوا في رفع التحدي عند البلد، ويجبر مهنة يقدر يعيش بها ويعاون بي ويعدل أمه، اللي يقدر يعدل مؤسسة خاصة به هو، يجمع معاه إنه مع جماعة آخرين من الشباب ياك قدوا يرفعوا التنمية، ياك قدوا نقطعوا للبطالة، البطالة ما تقدر تقضي عليها، مولين يتعلمون لقاج مهنة يقدر ينافي يدخل بها سوق العمل. وهذا هو الداعي للشباب الموريتان، لأن الثانوي مدرسة التعليم التقني والتكوين الصناعي في المواطن قد تستوعب أكثر من 3000 في جميع التخصصات وجميع المهن، قادر على أن توفرها للشباب الموريتان، إياك قد يدعموا في رفع التحدي عن البلد. والاقتصاد البلد فاصل في الشباب يعود مكون تكوين جيد، ونحن مستعدين ذاك التكوين الجيد نعدلوه بتنفينا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية للشعب الموريتاني وللشباب الموريتاني اليوم، على أنه يرفع التحدي والشباب مفتوح له الباب في هذه الفترة. وتم إنجاز أكثر ما يمكن من إنجاز في ظل حكومة معالي وزير الأول سيد محمد بلال مسعود، وتنفيذا من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني. ثم كذلك جاءنا موريتراك
وعدلنا معهم وقعنا معهم شراكة وكلهم تعهد كل هذه الشرائك هذه بين كثير من الشرائك جاونا هون بي بي بريتيش بتروليوم وكينروس تازياست واعدين بأن أنهم له يقبضون المتدربين لأن عندنا تدريب شهر 8 هذا تدريب إجباري أنا التلميذي ما يقدر يتجاوز إلى سنة ثانية ما حد ما فاتلين خاض على ذلك التدريب لذلك كان لابد أن نعود عندنا من تعهدات من الشركات أنهم لا يقبلوهم في تدريبات وتدريبات ما هو لا تدريبات عادية أنا تدريب عنده برنامج تكويني في خلال هذا الشهر هذه المجهودات اسمها تذكر فيها جهود الوزارة لأنها قامت تجربة لأول مرة أنها تجمع جميع الشركات القطاع الخاص والقطاع العام والشبه العام في 4 ورشات ياك يعودوه للتكوين هما وللتشغيل مع القطاعات المستخدمة ونسمع ملاحظاتهم على المنتوج اللي عندنا اللي نخرجه أين هو من حاجة السوق ونعود عندنا يعني برنامج التكميل لكن نقص وتكميله هو اللي واحلى فيه الآن الوزارة استراتيجية وطنية لموائمة التكوين مع التشغيل دون المعهد ما شاء الله عدلوا مسابقة نقولوا نحن معنا نعول الشباب اللي وجهولها مسابقة ما شاء الله كانت شفافة يقاد المعهد فيه نقص كيف تمثلنا نحن ونعدلوا فراج والحفر نحتاج الياس من ليزوتشيل معدات منهم لا معدات أولية بيلي أي مسألة تطبيقية لا بد لها من الماتريال ونحن خاصنا أكل ماتريال نقوف نجبرو العدل عندكم بارتنير يا الله لا يحاول يعاوننا بذاك الماتريال وشاكرين مولي رئيس الجمهورية على إتاحة الفرصة أن كشباب نجبروا التكوين نقولوا نحن أنه ما شاء الله ماشي يقدر يحتاج لشوي العون صرتوا يا الله رجال الأعمال اللي يشاركونا في بلي دولة ما تقدر شي وحدها لا بدالها من رجال الأعمال وشي استثمروا فينا والله يعاونوا مولي لتافه اسمع عمر عبد الله بشار احد طلاب المعهد المتخصص في التكنولوجيا الصناعيه في نواكشوط اولا شاكرين الوزاره على افتتاح المعهد واتاحه الفرصه للشباب الموزتاني في الدخول في هاي الدومين اللي من ضمن تعهدات رئيس الجمهوريه وشاكرين مولي الاداره حتى على مجهودها وعلى توفير الاساتذه لان من الاساتذه ماهم دائما ماهم ياسر لذلك ان شاء الله اشتغلوا وشاكرين على جهودهم ووفروا لنا ان شاء الله اساتذه عندهم كفاءه عاليه وشاكرينهم على ذوك المجهودات وطالبين الوزاره ستاج واكبمان المعدات مولي لان احنا عندنا ياسر من ترافو براتيك في ياسر من ترافو براتيك نعدلوهم لان اللي نقراو نظر قاع ما هو ياسر حتى عدلوا لترافو براتيك وطالبينهم ستاج بالاكيبمان معدات نعدلوا عليهم لترافو وشاكرين الوزاره حتى وشاكرين الاداره على مجهوداتها. نعرف انها اليوم قاعده تلعب دورها اللي مطلوب منها تواكب متطلبات سوق العمل في هذه المجال اللي المجالات اللي ذكرنا وراه هو اللي هي تقدر لا تفتح مجالات اخرى من يثبت انها مجال يثبت انها يتطلب سوق العمل. هم شوي من المصاعب عندنا على مستوى تصنيف متطلبات سوق العمل ومتعاكف عليه الوزاره عندها استراتيجيه عاكف عليه كانت تتعدل وذا قاعد يبرهن عليه الورشات اللي خلقت مؤخرا في جميع الولايات مبارك مع استراتيجيه متعدها الوزاره هذيك الاستراتيجيه اللي انت يتم إعداده وتوفه اللي تعود المدرسة قادرة على تتواكبها. مجال التكوينات اللي عندنا في نوعين، عندنا التكوين قالوا التكوين المستمر وعندنا التكوين الأصلي. التكوين الأصلي يعدل تقني ثاني
اللي قال له BTS معناها حد عنده بك يزيد عليه سنتين في التعليم المهني ويعود يبحث عن إما فيهم واحدين يمشوا يضربوا فرص تسجيل والآخرين يولجوا سوق العمل. وعندنا تعاون مع بعض المؤسسات خصوصا للمجال الإعلام يقبلون تلاميذ في التربص الثانوي وراجين ذاك لا يعود له ينشع أنهم يكتشفوا قدرات هذه الجيل المكون كانوا يكتتبوه من جديد. عندنا في السنة تم تخرج دفعة فيها 161 2021 تم تخرج ما يزيد على 100 شاب. إذا السوق ما هو مكتظب بحمل شهادات يظهر أنهم لا يقدرون مازال يتم تأهيلهم. هذا ما البرنامج اللي عند الوزارة في مهنتي وفي وكالة تشغيل الشباب وبروجي عام في الوالد بالتدجن أو كاملين يظهر أنهم تظاهر جهودهم إذا الله يخلق قادر من نهوض بتشغيل هذا الشباب لهم. نظر كثير الفترة نكونوا مجموعة من 36 تلميذ تكوين مستمر مجال مونتاج فيديو. هذا وارك اللي مشاركم انتم هذا كونوا في 36 شاب لهم وارك في طور التكوين أظن لهم خبرات وطنية أساتذة عندنا احنا وقاضين هم اللي واحد من مجال متعاون في التلفزة يعدل لهم البرنامج التدريبي لهم. هاي أظهر إنه لا يقدر هذا المجال يطلب السوق وهم مجالات أخرى دول يتم اكتشافه وعندما يتم اكتشافه دور لا يتم فيه التكوين. وإلى أن يضمني وإياكم لقاء متجدد هذه تحياتي وتحيات فريق العمل الذي أشرف معي على إنجازها. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.